ليس كمان مش في محيط زمايلي من العساكر او الاعلى رتبه من صف ضابط يعني او ضباط، علاقه طيبه، علاقه موده واحترام. ثم كان قائد الكتيبه كمان وقتها كان عقيد يعني رتبه عاليه بالنسبه للكتيبه، يعني اعلى رتبه كان قائد الكتيبه، قائد كتيبه البحر الاحمر او البحريه. كان يحفظ وقتها القران في اخر عام من 5 سنوات، حفظ القران بعد سن 50. يعني انا في الخدمه وقتها كان عنده 55 عاما، اسال الله له الرحمه ان كان لقي ربه، وان كان حيا نسال الله الرحمه في الدارين. نعم، فكنت ادارسه القران، يعني يدارس معي القران. انظر، يعني انت متعين يعني او مجند عسكري، جندي مجند، رغم ذلك تجلس مع قائد الكتيبه مع الرتبه، هذه الرتبه العاليه. وكان رجل دمث الخلق حقيقه، وكان يحاورني ويقف عند الاحكام التجويد. وده يعني ان رددنا الفضل مباشره نرد الى المعلم فضيله الشيخ رحمه الله عليه، الشيخ محمد ابراهيم عويضه، وهو يلتقي نسبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل راه رؤى كثيره. يعني رؤيا انه ان رؤيا راى احد طلابه من اهل القران، رأى رؤيا خيرا إن شاء الله، رأى فضيلة الشيخ، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة، وشيخ محمد إبراهيم يقف بسيف على باب الخيمة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا، هم أهل القرآن يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، يعني يحرسون كلام الله أو يجعلهم الله من أسباب حفظ كتابه الكريم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.